السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجزء المشترك علمي خيار فرنسي. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا تمرين في درس لا بروجيكسيون. هذا التمرين غادي نشوف فيه واحد مجموعة ديال الأسئلة اللي تتحط بحالها في دوفوار سيفي أو بيان في لي كونترول. داكوغ، على بركة الله نقرأ عليكم التمرين. سؤال بسيط parallélogramme, motorisé là, M est le point tel que vecteur A, M égale à 2 tiers AB, soit F projeté de M sur AC, etc. E projeté. Première question, construire la figure. Donc, durant la construction de la figure. Donc, réponse, la figure m'affiche mouchki. Donc, un des parallélogrammes, un motorisé là. A, A, B, A, C, A, D. D'accord? غادي نشوفو شنو قال ليا. M لو بوان تير كو فيكتور M كتساوي 2 تير AB. نشد AB نقسمها 3 القطع متقيسة تقريبا. هنايا كاين عندنا طرق كيفاش تنقسمو القطع لثلاث قطع متقيسة يعتمد على واحد الطريقة ديال طاليس. أولا ممكن باش تكون سريع يمكن لي غير هاد القطع هادي، نتا عارف انه عرفتي انها تقسم بواحد ثلاثة القطع، كتعاود لا فيغور وتعاود اوليو هنا ابي تبقى مدار مع تقسم ثلاثة القطع. خد ابي مثلا 3 سنتيمتر تجيك 1 سنتيمتر 1 ولا 6 سنتيمتر تجيك جوج جوج جوج. داكوغ، المهم تاخد شي قياس اللي يكون فيها ملتيب ديال 3. داكوغ، تجيك الامور سهله في التقسيم. دونك ام تكون هنا 1 تيير 2 تيير، دونك ام تكون هنا في هذه البلاصه هذه فيكتور ام كتساوي 2 تيير فيكتور اب. مزيان، سوا اف بروجيتي ديال ام سور اسي. دونك خصني نمشي اسي مسطره بيان سور، انا غير باش نكون سريع الفيديو ما نتعطلش فيه. بروجيتي ام اف هو بروجيتي ديال ام سور اسي باراليلمون ابيس باراليلمون ابيس. دونك نمشي على دروات كي باراليل يكون تقريبا هكا. داكوغ، هاد البوان هادي راه هي البوان اف. ثم بروجيتي ديال اف سور ادي، بروجيتي ديال اف سور ادي باراليلمون كوا باراليلمون ابي. دونك كنهبط واحد المستقيم توازي ابي وتمر من اف تقريبا هاك. داكوغ، دونك هاد البوان هادي راه هي البوان او. سالينا من الكونستركسيون. دوزيام كيستيون، فوالا دوزيام كيستيون. شنو غادي ندير في دوزيام كيستيون؟ مونطرون كو فيكتور ا دي ايغال او باردون فيكتور ا اف ايغال دو تيير فيكتور ا سي. هنا من بين التقنيات اللي تنديرو، اول حاجه الى انتبهتي مزيان رجعتي للمعطيات غادي يبان لك دو تيير هاد جوج على ثلاثة مكتوبه في واحد العلاقه هنا. دونك مادام هنا جوج على ثلاثة وهنا جوج على ثلاثة كتبدا تشك في هذيك البروبريتي ديال ان لا بروجيكسيون كونسيرف لو كوفيسيون دو كولينياريتي. يعني الا لقيتي هاد الفيكتور هي ليماج ديال هادي بواحد البروجيكسيون وهاد الفيكتور ليماج ديال هادي بواحد البروجيكسيون، دونك راه حنا جاوبنا. دونك شنو تنمشي ندير؟ كنمشي نشوف هاد الغولاسيون اللي عندي باغي نديمونطري اف اسي فين كاين هاد لي بوان هادو اللي كاين هنايا كاينين في لا دروات اسي ياك. دونك جو بو كونسيديري مثلا واحد البروجيكسيون سو اسي باراليلمون، هنا عندنا دو دروات باراليل دونك ندير باراليلمون مثلا بي سي. هاد العلاقة هادي إلا درنا ليها البروجيكسيون سوغ أ سي باراليمون بي سي غادي نلقاها إكزاكتومون هي هادي. وشوفو معايا، تبعو معايا. دونك غنجي نكتب هنا سوا بي لا بروجيكسيون سوغ أ سي على لا دروات لي فيها لي بوان لي كاين في هاد العلاقة
Parallèlement à quoi? Parallèlement, on a deux droites parallèles, on a deux parallèlement à BC. Donc, on a, c'est la relation, dit, vecteur AM, c'est oui du jour, j'ai l'atleta, ABX, très bien. في الوسخ ديالك تقدر مثلا شنو دير، شوف معايا في الوسخ ديالك كتمشي تستعمل هاد بروجيكسيون، بروجيكسيون على ا سي سور بي سي، بروجيكسيون سور ا سي باراليلمون ا بي سي، كنقلب على بي لي اق، بروجيكسيون ديال ا سور ا سي راه هي لو ميم، بي لي ام بروجيكسيون، ولا في الوسخ بالخف بلا ما تقضي الوقت، بروجيكسيون ديال ا سور ا سي راه هي ا. Projection de M sur A sera F. Donc l'image de AM sera AF. 2 sur 3 radis prime. Donc la projection conserve le coefficient de collinéarité. L'image de A sera A. Ou l'image de B sur A c'est par B sera C. Tout l'un des AF qui est 2 sur 3 AC. C'est exactement ce qu'il y a la réponse. Donc une fois que tu as le cas, tu as fait la réponse. Je change de toi. On a P dial A, il y a A lui-même. Projection dial A sur projection dial A sur A c'est par B c'est là, il y a A lui-même. On appartient à C. Appartient là, donc la droite les sentiers reliés projection. Et P M projection dial M sur A c'est par B c'est là, il y a F. P M, il y a F. Et PLA déjà donné, PLB, projection de B sur A, c'est par exemple B, c'est Raya, C. PLB, Raya, C. D'accord? Et puisque la projection conserve le coefficient de collinéarité, الوغ كنمشيو نعوضو في هاد العلاقة كل نقطة كنعوضها بالبروشي ديالها الوغ أ ليماج ديالها هي أ و أم بروشي ديالها هي إف كويفيسيون دو كولونياريتي تي با هو هو أ ليماج ديالها بروشي ديالها هو أ و بي بروشي ديالها هو سي و تنكونو جاوبنا على لا كيسيون هاي في question 3. Montrez que vecteur AD, fini AD, AD égale à 3 sur 2 AE. Voilà. Rien chez le Hajj Allah. Nous avons fait la règle, nous avons fait la règle, nous avons fait la règle, nous avons fait la fait triangle. عندنا MF parallèle BC donc on a dit AM sur AB égale à AF sur AC ou AM sur AB a dit le cas 2 sur 3 il y a un vecteur AM fait les données un vecteur AM que c'est 2 sur 3 AB donc ta AF sur AC c'est 2 sur 3 puisque AF ou AC ont le même sens donc on peut dire directement AF que c'est 2 sur 3 AC il y a une question 2 on peut dire que j'ai oublié rien de c'est mal théorème de Thalès, faire le triangle. D'accord? On a un sujet oralement. Mais on a insisté à la deuxième question. Voilà qu'il faut que la projection pour que des relations comme ça. On va dire que je vais Thalès. Donc, troisième question, montrer que A dit que c'est 3 sur 2 à E. Voilà. Donc, on va أولي باش نبين هادي إلا ضربت هنايا إلا بغيت هاد العلاقة أنا ممكن نخرج منها هادي إلا جيت نكتب أ أون فونكسيون دو أ دي كندير لانفيرس ديال هادا إلا كانت هادي كتساوي 3 سور 2 هادي إذا أ أو شنو تساوي لانفيرس ديال هادي نضرب في هادي 2 سور 3 أ دي داكوغ إل سوفي ضرب غير هنا في 2 سور 3 وهنا في 2 سور 3 ملي ضرب في 2 سور 3 دوها تمشي مع 2 3 تبقى لك أ أو جا لاخر 2 سور 3 AD. D'accord?
فوالا دونك انا باش نبين هاد العلاقه يسوفي نبين هاد العلاقه هادي، وهاد العلاقه عندي 2 سو 3 دونك غالبا غنستعمل هذيك ديال الكويفيسيون دو كولينيات لانه عندنا شي علاقات فيهم 2 سو 3. هنا كاين عندنا بزاف طرق، اما نديرو كيف ما درنا هنايا او لا هنا غادي نحاول نستعملو طاليس هذيك الطريقه اللي قلت لكم نقدروا نستعملوها هنا نديرها هنا في هذا الشكل الاخر هذا. شوف كان جاوب دونك شنو نجي نكتب هنايا، نقدر نكتب في ورقة أخرى أصلا فوالا دونك تبع معايا شي غزالات. تخوازيام كيستيون مونطخون كو أن الفيكتور أ دي إيكال أ تخوا سوغ دو أ أ. شوف شنو غادي ندير، منستعملش بروجيكسيون هنايا، نحاول نوظف طاليس، نخدم في هاد لو تخيونغل هذا. هذا هو اللي نخدم فيه دون لو تريونغل ا دي سي اون ا ان او ابارتيان او ابارتيان سيغمون ا دي او بيان غير لا دروات ا دي اي اف ابارتيان ا سيت شي سولون لي دوني. وشنو عاوتاني عندنا او اف ايكال دي سي، علاش؟ لانه قال لي او هي البروشي ديال اف سيغ ا دي باراليلمون دي سي، بمعنى هادي راه تتوازي. دونك عندي او اف باراليل ا دي سي، ونجي نكتب كار او هي البروشي ديال اف سيغ ا دي باراليلمون دي سي، نكتبها كامله هنايا باش نجيستيفي علاش هاد لي دو راه سون باراليل. دونك دابخي théorème direct de Thalès, on a un accepteur qui est sarbachkin, tout le monde traduit que ce soit jumla kam. On a quoi? Radit qu'on a un dit AF sur AC, AF sur AC égale quoi? AE sur AD égale à EF sur DC. Le troisième rapport, je vais vous montrer ce qui est touché. Or, et on a, d'après question 2, d'après question 2, je mets un A. On dit un AF, que tu sais où je joue, j'ai la tête. A, c'est F. On dit que tu as un A, je suis allé à la distance AF ou AC. Quand je suis allé à la distance, je suis allé à la distance. Quand je suis allé à الو اعرف شنو تساوي، تساوي جوج على ثلاثة اسي. داكوغ، إلا جيت باغي نقارن المسافة اف مع اسي كنحيد غير هاد السامو هدا، ولا كان شي سين ناقص هنا كنحيد، لأنه المسافة لا ديسون توجور بوزيتيف. إذا من هاد العلاقة دونك نخرج هاد العلاقة هادي اللي فيها غير لي ديسطونس. أنا شنو باغي ندير؟ باغي نحسب هاد العلاقة هاد الغابو، بغيت نحسبو من هنايا. من بعد شنو ندير؟ نشد هاد الطرفين بجوج نقسمهم على اسي. هنا الا قسمت على اسي تولي اف على اسي، وهنا الا شديت هادشي كامل قسمته على اسي، اسي تمشي مع اسي، تبقى لي غير 2 سوغ 3. داكوغ، غادي نسمي هادي علاقة واحد، هادي علاقة 2. دونك 2 1 و 2 اون مادام هاد الغابور كيساوي جوج على ثلاثة، دونك حتى هذا يساوي جوج على ثلاثة. أ أو سو أ دي تساوي جوج على ثلاثة، إي بويسكو أو بيان دو غادي نضرب الطرفين بجوج في أ دي، نضرب هنا في أ دي وهنا في أ دي. هنا إلا ضربت في أ دي، أ دي تختزل مع أ دي تولي عندي أ أو، والجهة الأخرى تولي دو سو تخوا أ دي. داكوغ، ومن بعد نقدر نضرب هنا في 3 على 2 وهنا في 3 على 2. اولا نقدر نضرب ندير واحد القضيه احسن كاع، فوالا ماشي مشكل، ماشي مشكل. انا اش بغيت نلقى صافي. داكوغ، نحيد هذه. نقدر ندير حاجه اخرى مزيانه، شوف شنو غادي ندير. غادي نضرب ادي في جوج هي اثنان ادي، و 3 في ا او هي 3 ا او. حيد هادي، بعدا تولي ا دي شنو غتساوي؟ غتساوي 3، نقسم كلشي على جوج تولي 3 على جوج ا او. وتشوف ا دي و ا او كي داير في لافيكور،
AD ou AE a le même sens que j'écris là. Et puisque vecteur AD et AE ont même sens, alors maintenant les deux vecteurs ont le même sens, donc il y a d'ailleurs d'accord simple d'ailleurs la relation où il y a des vecteurs AD qui tient 3 sur 2 A. D'accord? Voilà, donc tel que je vous la question de Réptalis, de manière projection. Il a tardé. Vous voyez une projection. On chauffe un mail là. Question 3. On dit le phare, on dit une projection. Alors, quand j'ai écrit hein, soit déjà que le P, d'abord dire P prime, maintenant P prime ou la P 1, ماشي مشكل نديرو بي واحد احسن سوا بي واحد لا بروجيكسيون سور ا دي باراليلمون باراليلمون كوا سور ا دي باراليلمون دي سي اون ا كيسيون دابري سو كي بريسيد عندنا ا اف اي فيني عندي AF كتساوي جوج على ثلاثة AC نجي نكتبها AF كتساوي جوج على ثلاثة AC ياك وبيا هاد البروجيكسيون هادي لي أونا بي واحد ديال A بروجيكسيون ديال A سور AD راه هي لوي مام و بي ديال F سور AD راه هي E و بي ديال C بي واحد بي واحد بي واحد ديال سي بروجي ديال سي سور ا دي باراليلمون ا دي دي سي راهو دي اي بويسك لا بروجيكسيون كونسيرف لو كوفيسيون دو كولينياريتي Alors, donc je vais te dire que nous avons un proche de la A, what if nous avons un proche de la E, nous avons une relation à dire que nous avons l'image de la l'image de la vecteur AF est comme l'image de la E. 2 sur 3 mètres, l'image de la A, ça veut dire proche de la A. و ليماج ديال سي قلنا هي دي يعني البروجي ديال سي هو دي نحيد هاد سي وندير في البلاصة دي ولات عندي فيكتور ا او كتساوي جوج على تلاتة ا دي حنا شنو بغينا بغينا ا دي كتساوي تلاتة على جوج ا او هنا شنو غادي ندير غادي يكفي انني من هنا نقدر نكتب هاد الغولاسيون هادي اولا نضرب هنا في تلاتة على جوج هنا في تلاتة على جوج الا ضربت هنا في تلاتة على جوج شتولي عندي هاهي تلاتة على جوج ا او يعني نضربو في لانفيرس ديال هاد تلاتة على جوج نضربو في هادي جوج على تلاتة أدي هادي تشوف هادي هادي تشوف هادي تولي عندي أدي كتساوي نقدر نكتب هادي غيكتبو هنايا ألوغ فيكتور أدي تساوي تلاتة على جوج أ أو تنكون جاوبت على السؤال داكوغ فوالا هادشي لي عاطيني في لا كيسيون أدي كتساوي تلاتة على جوج أ دونك أنا استعملت غير البروجيكسيون فوالا قالت ليا دارنييغ كيسيون أنا غادي نحاول غير نشرح ليكم شفوية وانتم ما راكم لغة دي جشتوا في القطر يماني بغيت نبين ان او ام هاد الادوات بغيت نبينو باراليل مع هاد هنا شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم نستعملو طاليس انديريكت في هاد لو تريونغل ا بي دي نمشي نبين ان ا ام على ا بي كتساوي ا او على ا دي ou les points A, M, B ou A, E, D ont le même ordre. D'accord? Ils sont alignés ont le même ordre. Voilà, quel est le bien A, M sur A, B, que c'est A, E, là, D. Attaque les relations de Thalys direct fait chaque loul, A, B, C, et nous avons parlé de ça. Donc, tu dis A, M sur A, B, que c'est A, F sur A, C. Ou attaque une deuxième fois Thalys fait le triangle A, D, C,
عندنا هذه تتوازيها، تولي عندي ا اف سو ا سي كتساوي ا او سو ا دي. دونك شنو اللي يبان عندي في هذه دو تخيون؟ هاد الغابور ا اف سو ا سي غيولي يساوي هاد الغابور، وغادي يولي يساوي هاد الغابور، وبالتالي هاد لي دو غابور اللي غنخرجو من هنا يكونوا متساويين، غتكون ا ام سو ا بي كتساوي ا او سو ا دي. اذا بويسكو ا ام سو ا بي كتساوي ا او سو ا دي، ونزيد ان هاد لي بوان سون اليني هاد لي بوان عندهم ميم اوتر، الوغ دابخي طاليس انديريكت هاد لا دروات الي باراليل مع هاد، وتنكون جاوبت على لا كيسيون. Voilà, chers élèves, la séance est terminée. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.